وهذه أجواءنا في صباح يوم الجمعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من مكاننا هذا. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويا خير خلق الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. اللي جاي إلى المسجد النبوي الشريف من الجهات الجنوبية تحديدا من مسجد قباء حيكون لك مدخلين. المدخل الأول إذا كنت ماشي سيدة في طريق قربان حتدخل من المنطقة المركزية الجنوبية حتى توصل إلى منطقة المواقف. طبعا هذا الكلام للي يبحث عن المواقف، فهذا هو المدخل الأول للمواقف اللي هي جهة مسجد الغمامة. كيف توصل إلى هذا المكان؟ قبل ما تشوف الكوبري أمامك حيكون عندك مدخل على اليمين من عند مسجد عثمان بن عفان اللي في هذه الجهات، حتدخل منه يمين ثم يسار في يسار حتى تصل إلى هذه الجهات، حتمشي من هذا الطريق حتى تدخل إلى منطقة المواقف. وهذه المواقف أول ما تدخل لها حتوديك إلى الجهات الجنوبية أو إلى الجهات الغربية، عندك خيارين. طيب عندنا خيار آخر ومدخل آخر للمواقف، إذا كنت أنت جاي من الجهات الغربية اللي هي هذه الجهات وصعدت على كوبري الصافية هذا، عندك كوبري الصافية هذا إذا مشيت على طول إلى الأمام حيكون الطريق مغلق أمامك، حيكون حتاخذ يوتير إجباري، ثم حيكون مدخل عندك للمواقف اللي هو مدخل طريق الأمير عبد المحسن، فهذا أيضا مدخل آخر أيضا يوديك إلى الجهات اللي هي الجنوبية، وأيضا أظن يوديك إلى شارع الملك عبد العزيز أو إلى طريق الملك عبد العزيز ومواقف الملك عبد العزيز اللي هي المواقف الشرقية. هذه منطقة مصليات الأعياد على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من أشهرها هو مسجد الغمامة أو مسجد المصلى، وعندنا مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف مسجد الغمامة عندنا مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعندنا خلف هذا المسجد عندنا في أو عفوا هذا الفندق خلفه تماما في عندنا مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه أربع مناطق ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها الأعياد. بعد ذلك الخلفاء الراشدين في عهدهم اتخذوا، كل واحد اتخذ عنده يعني منطقة لتكون مصلى للأعياد في زمنه. عثمان بن عفان اختار هذا المكان اللي هو مسجد الغمامة أو مسجد المصلى حتى تكون يعني أو حتى يكون مصلى للعيد في زمنه، فلذلك لم يغير اسمه، حوفظ على اسمه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يتردد على هذا المكان فسمي بمسجد المصلى. صلى فيه صلاة الاستسقاء، صلى فيه صلاة الكسوف، صلى فيه صلاة الغائب على الملك الصالح أصحمه النجاشي. تابعونا. السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله، صباحكم معطر بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في هذا اليوم الفضيل أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن اليوم نصور لكم في صباح يوم الجمعة من الجهات الجنوبية للمسجد النبوي الشريف في شارع قربان تحديدا، وهذا الشارع أظنه معروف، صورنا لكم كثير. نحن الآن مقابل سوق الطباخة، شايفين هذا السوق، سوق الطباخة يعني كله مطاعم، هذه الجهة كلها مطاعم، ايش تبغى من مطاعم موجود في هذا المكان، بالإضافة إلى أيضا وجود بعض محلات الملابس، المحلات الأخرى، يعني ما شاء الله شارع حيوي جدا. فنحن استجابة وتلبية لبعض التعليقات اللي كانت تطلب منا أنه كيف نحن ندخل إلى المسجد النبوي الشريف من الجهات الجنوبية. طبعا الجهات الجنوبية اللي هي جهات القبلة، نحن نسميها الجهات القبلية، فهذه الجهات القبلية يعني يدخل إلى المسجد النبوي الشريف عندنا الطريق الرئيسي شارع قربان، في عندنا العوالي والملك عبد العزيز اللي هي تجي من الجهات الشرقية، بإمكانك تدخل إلى الجهات الجنوبية، لكن الآن شارع الملك عبد العزيز أغلق، فلذلك يعني هذا الطريق يعتبر أصبح الآن شبه رئيسي للدخول من الجهات الجنوبية، وحتى اللي جاي من الجهات الشرقية زي مثلا عندنا حي الإسكان، حي الخالدية، حي العريض، يعني غالبا ممكن يجوا من هذه الجهات اللي هي الجهات الجنوبية.
على كل حال هذه المنطقة اللي هو شارع قربان من الأشياء اللي لابد تعرفوها. نحن الآن هذه المنطقة المركزية الجنوبية أمامنا، فنحن على بعد تقريبا 7 دقائق من المسجد النبوي الشريف، مما يميز هذه المنطقة عشان بس الزوار اللي يجوا لهنا ويبحثوا عن أشياء يعني تخصهم. فمثلا عندنا منطقة الفنادق الرخيصة تجد في هذه الجهات، تمام؟ يعني نحن صورنا لكم مثلا هذه، في عندنا هذول البرجين أبراج الحكيم، فنادق رخيصة، لؤلؤة قباء فندق رخيص، عندنا هذا اللي في الزاوية فندق ما أدري اسمه الجوهرة، جوهرة السماء أيضا رخيص، خلف هذا الفندق في عندنا فنادق رخيصة أسعارها على أعتاب 100 ريال لليلة الواحدة، تمام؟ أمر ثاني موضوع المطاعم، كثير من الناس مثلا في المنطقة المركزية يشتكي من موضوع أنه ما في مطاعم في المنطقة المركزية، أي نعم، أقرب المطاعم لك هي جهات قربان أيضا، عندنا قربان في هناك بعض المطاعم وأظن صورناها بتقرير لواحد منفرد، فهذه المطاعم موجودة، وأيضا عندك هذا الطريق كله إلى آخره كله مطاعم، بالإضافة إلى وجود أيضا بعض الخدمات الأخرى. يعني مثلا عندنا من الأشياء اللي أهل الناس لما تيجي على المدينة تأخذ منها اللي هو الخبز، الخبز المديني، خبز الشريك، خبز الفتوت وغيره من أنواع المخبوزات، كلها موجودة عند الكعكي وهو مشهور عالم من أعلام المدينة المحل هذا، ولو فروع يعني طبعا ولا هو إعلان لهم ولا أي شيء، لكن من باب أنه إحنا نعرف الناس. طيب أيضا من الأشياء اللي يعني يحتاجها الزائر إلى المدينة المنورة غير موضوع المطاعم، ونحن ذكرنا أنه هنا في عندنا سوق الطباخة، سوق الطباخة كله مطاعم وسوق سمك وكذا، ويعني شغل فاخر من الآخر زي ما يقولوا، ومشاوي، وبالإضافة إلى أنه أيضا قريبة من أحياء فيها كثير من الخدمات زي حي البحر، زي حي المغاربة. طبعا الدخلة من هذه الجهة هذا حي المغاربة، قدام كذا تدخل على اليمين شوي، يعني بعد حي المغاربة حيجيك حي البحر، هذه كل أحياء ما شاء الله فيها كثير من الخدمات. وزي ما تلاحظون احنا الآن في صباح الجمعة تقريبا الساعة 7:30، لو تلاحظوا ما شاء الله في ازدحام في هذه الجهات لأنه في كثير من الخدمات، محلات ملابس، عندنا محلات هدايا، في عندكم محلات هدايا زي هذا محل مكتوب عليه أبو ريالين، يعني كل شيء عنده بريالين، فأشياء ممكن تستفيدوا منها، بالإضافة إلى وجود أيضا عندنا اللي هو سوق بلال. وسوق بلال طبعا نحن أيضا صورنا لكم كثير، وأسعار يعني صراحة جدا طيبة في هذا السوق، كله محلات هدايا ومحلات يعني يحتاجها الزائر صراحة. ولو تلاحظوا ما شاء الله في اكتظاظ في هذه الجهات، في ازدحام، هذا يدل على أنه اللي الزائر إلى المدينة يعرف مثل هذه الأسواق، لكن نحن نقول اللي ما يعرف نحن جالسين نعرفه. كثير من المحلات هنا في موجودة ما شاء الله، ويوم الجمعة بالذات يعني احنا دائما نقول انه يوم مميز في المدينة المنورة، ليه؟ لانه هو اصلا يوم اجازة، وكثير من الناس خصوصا اللي في القرى حول المدينة يعني يجوا على المدينة يفرغوا انفسهم، خصوصا العمال فما عندهم عمل يوم الجمعة فيجوا الى المدينة، نقطع بس، يجوا للمدينة ويعني يجلسوا من الصباح الى المغرب تقريبا عشان اول شيء يصلوا صلاة الجمعة، تمام، وامر اخر عشان ايش يعني عشان يكسبوا ساعة الاجابة في المدينة، هي ساعة العصر بعد العصر اكد ساعة للاجابة. طيب نحن خلونا ندخل كذا مع الناس اللي جالسة تدخل ونصور لكم الطيور، وعينا يكثر فيها حمام المدينة. هذا متحف بستان الصافية اللي نشوفه أمامنا، إن شاء الله قريبا إذا فتح بإذن الله حنصوره لكم بحول الله. نكمل طريقنا، طبعا نحن يعني مشينا لكن مع الكلام والوقوف الآن التصوير تقريبا مدته 6 دقائق، مع أنه أتوقع لو أنه ماشي من الأول ما حيستغرق معنا 3 دقائق من سوق الطباخة فإلى المسجد النبوي الشريف، أتوقع حياخذ معك الطريق يعني بالكثير 7 دقائق، تمام. طيب هذه المنطقة حتلاحظوا فيها يعني
كثير من البسطات كذا اللي يبيعوا يعني إما أكل للطيور ولا مثلا قماش، ملابس، هدايا، تمور أيضا. هتلاحظوا عدة أشياء موجودة ومنتشرة في هذا المكان، لذلك شوفوا ما شاء الله الزحام الكثيف اللي موجود في هذا المكان ما شاء الله. نحن طبعا وجهتنا إلى المسجد النبوي الشريف، فنحن في الطريق نصور لكم بعض الأشياء، لكن ما بتعمد أصور يعني بسطات معينة عشان ممكن أصحابها ما يرضوا، فلذلك نحن وماشيين. نحن لما نجي على مكان الهدف إنه بس يعني نعرفكم بالمكان. طواقي على ريالين أو 3 ريال تقريبا. هنا يقولوا 1 ريال ما شاء الله، 1 ريال يا بلاش، يعني سعر جملة زي ما يقول. هنا بعض الألعاب شايفين، نكمل معكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ازدحام كبير جدا. عشان كده نحن نقول لكم ان يوم الجمعة يوم مميز. سلام. طيب اقتربنا، انا ما في طريق الظاهر. اك ريال يعني 1 ريال، معلقين على اللغة الأردية. اك بسم الله ضربنا. اك دو تين شار بان كون كون شار ريال، شار يعني 4. 2.25 إمارات يعني. شوف سبحان الله في ازدحام. هذا الظاهر يعني بيرجعوا بيفتحوه مرة ثانية على حسب ما سمعنا. هل انهم حيغلقوا الكوبري الصافية؟ نحن ما ندري. نحن سمعنا كلام انه كوبري الصافية بيتقفل وبيرجعوا بيسووا هذا، بيضبطوا، والله اعلم، ما ندري عن صحة هذا الكلام، كلها اقاويل. ما شاء الله. السلام. نعدي، خلونا بس نعدي ان شاء الله نوصل للمنطقة. اخذ معنا الان الطريق 10 دقائق، مع انه اتوقع لو انه ماشيين من الطريق يعني المستقيم دون وقوف الى هذه النقطة اتوقع ما حتاخذ معنا 5 دقائق. طيب اين السبيل؟ اين السبيل؟ الظاهر هنا، هنا في تمور ما شاء الله. هنا تجد يعني الأسعار رخيصة جدا، زي هذه الساعات على 10 ريال تقريبا. طيب هنكمل طريقنا، نكمل طريقنا. اك ريال. انا اعرف اك مو اك. طيب نمشي كذا، الناس قاعدين يدخلوا في الشاشة. طيب بسم الله كمل، بسم الله ما شاء الله. إذا نحن اقتربنا من كوبري الصافية، هنا في زي سوق خضار وكذا تمر.
طيب يلا ملابس طواقي ما شاء الله. والله الأجواء جميلة على الرغم من الزحمة، لكن الأجواء جميلة ما شاء الله. خلونا نروح من هنا ما شاء الله، نقطع الطريق ما شاء الله. زي ما قلنا لكم كان بإمكاننا مثلا نحن نطلع من خارج هذه المنطقة ونمشي بهذا الطريق بمحاذاة هذا الطريق بهذا السوق محاذاة، وحيكون الوقت أقل. طيب هذا الشارع مثل ما ذكرنا شارع قربان، طبعا في الأصل الشارع عبارة عن، قديما كان عبارة عن وادي، وهذا الوادي هو أحد الأودية اللي مذكورة في كثير من الآثار، كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعل من أبرز هذه الأحاديث، وإن كان الحديث متكلم فيه. طبعا هذا الوادي هو وادي بطحان، ومذكور في الأثر كما جاء عند الأدب المفرد للإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة. فهذا الجزء الجزئية اللي هنا هذه كلها عبارة عن وادي كانت قديمة، فالآن هذا الوادي أصبح يعني عبارة عن طريق. ومنطقة الوادي طبعا مسميات الوادي في كل جهة يكون له تسمية معينة، ففي هذه الجهة اسمه وادي جفاف، نفسه وادي بطحان لكنه في هذه الجهة يسمونه أهل المدينة بوادي جفاف. هذا الوادي لما يمشي حيوصل إلى منطقة اللي هي منطقة المساجد مصليات الأعياد، بعدها حياخذ يسار حيدخل إلى حي السيح. في حي السيح أهل السيح كانوا يسموه بوادي أبو جيدة، تمام. فهذه كلها أيضا مسميات لوادي بطحان، كله هو وادي بطحان لكنه المسميات تختلف. هذا هو متحف الصافية اللي قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى نجيه ونصوره لكم بإذن الله تعالى. احنا خلاص تقريبا وصلنا الى المسجد النبوي الشريف. كان اللي يذكر كان هذا الجهة اللي هنا على يميننا كان عبارة عن طريق والناس تمشي فيه، لكنه في عمليات تطوير لهذه المنطقة بحيث يعني تصبح يعني صالحة للمشي ايضا، وايضا بنفس الوقت منطقة مرور للسيارات. زي ما تلاحظوا الناس الان ربما خارجين من المسجد النبوي الشريف، الأغلب أدى صلاة الفجر وجلس حتى الإشراق ثم خرج، يعني غالبا يخرجون لمصالح ممكن يريحوا إلى صلاة الجمعة حتى يعني يتقووا، النوم مهم مطلوب قبل صلاة الجمعة عشان الإنسان يركز مع الخطيب ما شاء الله. نكمل معكم حتى نصل إلى المسجد النبوي الشريف ما شاء الله. أعداد كبيرة ما شاء الله من الزوار. الأسبوع الماضي كان ربما أكثر ازدحام. تعالوا نوريكم هذه الدراجات لعله إن شاء الله كذا نخصص لها مقطع فيديو. هذا نظام استئجار، تقريبا الاستئجار بيكون إما بالساعة أظن أو باليوم، لعله إن شاء الله نشوف طريقتها وإن شاء الله نستأجرها ونطلعكم على تفاصيلها ما شاء الله. طيب كمل معكم طريقنا الى المسجد النبوي الشريف. خلاص يعني وصلنا ما شاء الله.
وصلنا إلى دوار المحكمة. هذا الدوار معروف باسم دوار المحكمة الشرعية. حنصور لكم بعض أسماء الفنادق. خلاص كده المقطع، يعني وصلنا إلى مسجد النبوي الشريف، ما حنصور لكم شيء، أو ممكن نصور لكم بعض اللقطات البسيطة في الساحات، لكن هنا عندنا مثلا نصور لكم بعض الفنادق. هنا عندنا فندق المدينة الذهبي، فندق منازل المدينة، هذه كلها فنادق في هذه الجهات، كلها في الصف الأول. هناك عندنا فندق البلد روافد، يعني هذه الصفوف الأولى. طيب نحاول نصور لكم كذا بعض اللقطات في المسجد النبوي الشريف، خلوكم معنا. وهذه أجواءنا في صباح يوم الجمعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من مكاننا هذا. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويا خير خلق الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ما شاء الله أجواء جميلة في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. درجات الحرارة في بداية العشرينات، بل يعني وصلت إلى أقل من 20 في بدايات الصباح، ما شاء الله تبارك الرحمن. أعداد كبيرة ما شاء الله موجودة. والدخول والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم متاح ومسموح للجميع، طبعا أقصد للرجال، مسموح 24 ساعة. أما الدخول للروضة كلنا نعرف النظام اللي هو نظام حجز عبر تطبيق نسك، سواء عند الرجال أو للنساء، ولهم فترات، كل واحد له، أو يعني أقصد للرجال له فترتين وللنساء لهم فترتين. ونسأل الله التوفيق للجميع يا رب، وفقكم الله. هذه كانت جولتنا الصباحية في رحاب طيبة الطيبة، مدينة المصطفى المنورة، على صاحبها وساكنها ومنوريها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفق الله الجميع، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.